الذكرى الرابعة لتأبين شهيدنا شهيد الوطن شهيد صدد. تختلج المشاعر حقيقة في هذه الأيام الثلاثة، وخصوصا ليلة البارحة، ليلة ذكرى استشهاد الشهيد، والدة الشهيد طبعا ومحبي الشهيد. ونحن عشنا مدى هالثلاثة أيام ما شاء الله، خلنا نقول الكل من الشباب ومن البيت أيضا أم الشهيد وحتى الأقرباء المقربون، بل كثير من الأخوان اللي أرسل رسائل واللي حضر تجشم عن الحضور للشهيد لإحياء ذكرى هذا الشهيد في الذكرى الرابعة لتأبينه. وحقيقة أنا أتقدم بالشكر الجزيل لأنكم بالفعل وفيتم وكفيتم لما نذرتموه لهذا الشهيد، وعاهدتموه من أن دمه لن يذهب هباء. نسأل الله إن شاء الله أن يفرج عن معتقلينا وأن يشافي مرضانا وأن ينتقم لنا ممن قتل شهدائنا وممن ظلمنا، ونسأله أن يفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.